ahí está que nada. الله كو عافيو دبنا فكاغا دغه حنوكا يا اجا الهي ما وقت بالخير بدل ما كنت جيناي بركان الهي دبنا فكاغا دغه وشا قبا كرا سمينا ان شاء الله ها وي خلص ها ها يا هوي يا قاعد يدين كلي والله بريح سوق انا انا راني انا حاط قوي على طاره ولا ما حقرادو دكايغا ولا حال سوق ما بايرو ولا هولو ما باخدو ma bairo wale haulu ga ma ba nika wada hadimadisan wale abidla ma hishiyo nika wada hadimadisan wale abidla ma hishiyo
المجتمع لأنه شين شعبك يدن لي ده ومرر بلان أي دعوة وما أنت بلان أنا بس أقول عيدا كن شو يعني راجين كاي كرسلان يكو مالها شاك بونتيا ذا كن شو يعني أنا راجين كي أبسل عرور يرهاد كوسا وبركة عاي أو صعدة أنت السيان معلوم والبابل والبابل شان يتوانو راجين كاي قو عيدا كدب راجين كاي كرسلان وأي راجين كي أبسل والله يسو هذا شعب الماء عرور يودن لي صعدة أبار أما يكو صعدة أما فتحات صعدة إن أتسي صعدة وحي دبك كويا لكو كرسان عرور وحكا في عانا قفلو قبل لها مجل تاسنا عدول بلغة مهلك أما هاد قارة وفاكتي دادك إذن صعدة أفع هاد يمد ملاحاس لغلو بركة عياشا وحقو بدل كابال شكتان وحين نقطة عيدا كاي صومر يعني راشين كأيو أي هايستان إني سيا تام عناد وحب بدل يقف كان دريس كأي قري أي توتها قواي إن الله أركو إنه يقف وحدل يقلب يقص على إنه يقف سدع إذا نوضع يسر كانت يقف على وجيل الدلية كي شعب كاها الدلية ده مسكين كانت قعنت وقلية وقعنت كوقالي مداسا وحيتها شيء قوي مهم سن عيدا نبضا نعم لا تكون عيدا كما هات شيء قانا وحان إذ يكون بدلان إذ يكون عم بلي أيو منا سود عيدا وبرية هدي لها إلى أيو وعيدي وين الإسلام وعيد الأضحى إن شاء الله حول والدين كين و لكن هذا قاتل عرفت إيدا يسا بناك أرد يسا السوق وريج يسا هذا إذا إذا كان كان شيء ما هو ملايين يسا كل تولي شوي إذا يدي كلام وضدك أن تقدر حنان الله أكبر الله أكبر ولا كلام هو إذا ده ما صلى أنت تكان سلاة عيد تكون كلام كلا هذا إذا إذا كان سهل كان شوي وإذا سلا صحيح كل دولة أنا حفيز ما فلسطين كل شعب ما يدين الماء جوانا بنا الله ما غروري يا واحد هو يوم ما صلى ما إلى تاني ولا ياش إذا كاس إذا كو إذا يا مركان إذا إذا كنا إذا كو الله قام سنة فرح هذا إيد كو عدو جينا إلى الدنيا يعني واحد كاستوى فرح داس ترك مسلمين تاي كل بعثين كلام إلى يالان إذا كنا تحدر كين إياه كقاعدنا إنسان هدي إيه بيجو كذا ليه وحي أو إذا كلام قدون أتكون سماين إنسان أدبر إذا كنا هاد علينا يا سراكيشة مرة وادي مرة صدحات والدين مع العلين هي وإذا كوبا نضع على صعد كيف حاك الله روينا هل أرى إذا كوبا سوكوم دور سنة يعني نفوس كتير هذا تين ملتاري قاعدة دي سحوي دفاع أو غفي يعني أو ويرك ما قاعدة ملتاري قاعدة ده معنى هذا محوجي هاي حدا الدفاع عن كتيرته هذه وحاكات تانس في عن وحكا فرصات في عن وحكا وحيسن متك مغرك قاضي وحرب أنا ذي الشيء دور سنة وندفيس كتير ونفندي تارم كاسي وصورنا معي إن شاء الله خساري هنا ويران دونا لما شاء ويران دونا تتكينا نوجد دونا خريب الله صعنا وحد دولة الصومالية هي إذا ماذا هذا هي استيدية هي سياسية اللي هو الشيء دعالك الشباب إن أخسر الله قاله دي قاعدنا دانا الحرية وأنا واحد دولد دا الصوماليات عصب مرشيه دا كو لابا صدح أي كو باللوضي وكو هشيني ونهول قليل وأنا أركي دونتان إن شاء الله قايد كان بدلي دونا دريس بان كيري دونا مشاهرات كي يولي وقلان كي بلان وحبضانا دروفة كتيري مالغة بحدونا كو أسانة دا قرادو هودي iyo ciidan koodhanba garaadaha iyo gaadiidka iyo inta wadiba loo socdoona hubka
waxaan dhaawarteen aan isugu hambalyeyno maalintaas qiimaha leh iyo qadarinta leh iyo maalinta beri ah ee ciidda ah oo aan rabo inaan idinku imid bal marka hore inaan idinku tahniyadeeyo ciidahaas islaamka ee ciidda ugu waaweyn waa shay cibaadaha askariga dhufayska ku jira ee shacabkiisu isaga ku jiifaan ee maanta ayna ciidi karaynin haddaydaan idinku tuutaha qabin aydaan bannaanka joogin culays badana ku dhici lahaa waxaad ogaataa waxaad ku jirtaa inaad qabanaysaan inay tahay shay cibaada oo marka aad niyeysato ee aad ilaahay inaad ula dhowaanayso inaad niman munxarifiina oo maanta aan cidna u aaba yeelaynin oo kii masaajid ku jiray iyo kii jaamacad dhiganayay iyo hooyadii suuqa khudaarta ku gadanaysay iyo kii bajaajnaha ee magaalada marayo intaba iskusi u dilaya kana dhiganaya inay diin tahay inaad ummadda intaad ka qabataan iyaga gacmahooda aada idinka ummaddaasi idinka iyo soo jeedkiina ay kuna ciidayso kuna naaloonaysaay waa wax aada u weyn waa wax qiimo leh waa wax qadarin leh waa wax dadkaasi intaad u qabanaysaan iyagu maanta ay ogyihiin marka horta bal maantaas maalintaa iidda aan idinku hambalyeeyo waa maalintaa hilbaqaladka insha allahu waxay hilba iyo ciidamada iyo waa loo wada wax qali doonaa haddii ilaahayna marka intaa aan ka soo tagno farinta iigu muhiimsan ee saaka idinku yid waxay tahay waxaan in badan ku jiray dhufays waxaan in badan ku jiray difaac waxaan in badan duruufta nagu marayso maalin walba nagu weeraraya anagoo godood ku jira laakiin waxaan aada u rajaynayaa oo aan ilaahayna ka baryaa dowladda soomaaliyeedna hadda aanu ku wada hadalay inaan difaaca iska dayno inaan dhufayska iska dayno inaan weerar sugannimada iska dayno inaan annagu noqono kuwa socda ee weerarka iyagu qaadaya ee qolada kale ay noqoto iyagu kuwa difaaca galaya ee dhufayska iyagu ku urursan marka taas waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan hawshaas sida ay tahay aan u geli doono haddii ilaahay yidhaahdo ballanqaadkan aan ka hayno aanan idiin ballanqaadayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo taliyahayaasha ciidanka iyo ra-iisul wasaare intuu furimaha joogtaan idinku yimaadaan wixii instructione la qaadanayo dhaqaaqana laydinkala hadli doono haddii ilaahay yidhaahdo lana idiin ballanqaado aan u diyaar garowno marka war difaacan aan ku jiro iyo dhufayskan aan ku jiro ee amisoomna geedkaa fadhido annana aan intan uun ku jiro aan go-aanka qaadanayno soo saas ma inaan anagu go-aanka qaadano oo annagu waqtiga aan samaysano oo dhufayskan baasaan iskaga baxa saasaa ansaxayno intaas heed intaan ciidanka ka aqaan waxaan u soo sheegay saaxiibada isa guuli jooga inaana noqon doono kuwa ka hadheen kuwa hore geli doona noqon doona haddii ilaahay dadkaa soo barakacay ee masaakiinta walaalihiin marka maanta la weydiiyey soo maraan waxa ugu badan ay sheegaan waxay ahayd intaan soo maray askarigaan la kulmay oo raashinkiisii oo bislaa ilmaha isi agoonteen wato dadku askarta markay arkaan waxaa la leeyahay nin askari qof naxariis daran yara ingegan hadduu rabo wax kaloo caya ku odhan qofkii laakiin inuu qofkii miskiinkaa yidhaahdo askari baa aan kontarool ku soo maray baa intiyaree dherigii dabka u saaraa ii keenay oo carruurta ii soo siiyey ammaan ka wanaagsan miyaa jirta taana sii badiya sababtoo dadkaasi waa dadkiini